كاملين. هو عنوان هذه المرحلة كما قال السيد الرئيس نضعت عنوان آخر، هو تبخيس السياسة وتبدد الثقة في المؤسسات وانعدام الجدية. هذا هو العنوان هذه المرحلة اللي قضيناها مع رئيس الحكومة. للأسف خذوا أي ملف وطبقوا عليه هذا العنوان ستجدون اليوم كاين نقاش كبير في البرلمان حول الفساد والبرلمانيين المتابعين وشحال وكيفاش واش غديروا في النظام الداخلي والرسالة جلالة الملك إلى غيره. مزيان هذا الشيء مزيان، ولكن راه خصنا نبداو من الفوق كيما قلت دائما، خصنا نبداو من الراس. ما يمكنش رئيس الحكومة باقي في تضارب مصالح. ونعطيكم عنوانين، العنوان هو أننا دوزنا قانون المالية ديال 2023 وفي المادة 19 أضيفت واحد الفقرة بأنه هذاك الضريبة على الشركات فيها 20 وفيها 34، وجينا درنا تعديل بأن الشركات التي تستثمر أكثر من 50 مليون ديال الدرهم ستعفى من هذه الضريبة. إوا هي هذه تحلية المياه ديال الضرب البيضاء، هي هذه اللي كاينة دابا اللي واقعة كذلك في ميدلت فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، وهي اللي غتكون في تهدرت للأسف الشديد. فما يمكنش حنايا نتكلموا على الفساد 2007 حول هذا الموضوع. وأتحداك وليس سرا، كله يعلمه، ما عمرك تكلمتي على الأمازيغي، جيتي كتقول كدافع عليها خلال 5 سنوات، وكتكلم على التناوب اللغوي، وكتكلم على الزنزانة السعود. أنا أتحداك لا تعرف عنها شيء، وتتكلم على النقابات حشومة وعار عليك أنك تتكلم بهذه الطريقة على النقابات وعلى الحكومة السابقة. على الأقل هذيك الحكومة السابقة اللي كنت أنت فيها الذراع بين قوسين، ذراع أحد الأذرع ديالها، كيخصك تتكلم عليها باحترام، لأنك أنت أول واحد اللي جيتي للبرلمان وطلعتي وكتصفق كتقول هذه حكومة خصنا نديروا هذه السعدية العثماني. واليوم جاي أختم فكرة بجمل، واليوم جاي كتتكلم على النقابات، ما حشمتيش. وكنتحداك واش الشركات ديالك فيها شي نقابة؟ واش الشركات ديالك وديال الزوجة ديالك فيها شي نقابة؟ تكلم على النقابات، النقابات عندهم الحق يتكلموا بحرية على لأنهم كانت عندهم الحرية مع الحكومات السابقة، وكان عندهم كيقول لك الشيء اللي كيأمنوا به كيقولوه. اليوم ما عندكش القدرة تتكلم، ما عندكش مصداقية تتكلم على هذا الموضوع. دخلتي المغرب في أزمة حقيقية ديال ارتباك ديال التعليم، وستبقى على وجهك وصمة عار هذه الشواهد ديال 2023 و2024، لأنها غتكون ناقصة من الناحية العلمية، وإن شاء الله السبب ديالها. شكرا.